أبو جعفر المنصور حريص على المال العام، والمال العام أمانة عند الحكام للأجيال القادمة، لا يجوز العبث به. فقام أبو جعفر وعمل حيلة، إذا جاءه الشاعر يشترط عليه إذا كانت القصيدة من قوله يعطيه وزن الذي كتبه عليها ذهبا، وإذا كانت من منقوله يحفظها غيره لا يعطيه شيء. والخليفة يحفظ القصيدة من أول مرة، وعنده غلام وجارية، الغلام يحفظها من مرتين والجارية من ثلاث، قد خبأهما خلف الستار. فيأتي الشاعر يقول قصيدته، يجد ثلاثة يحفظونها، فيعود حزينا. فجلس الشعراء والأدباء، فجاء الأقمعي قال ما لكم؟ قالوا نكتب القصيدة بالليل ثم نصبح الصباح فنرى غيرنا يحفظها، ثلاثة يحفظونها، كيف يكون هذا؟ قال إنها حيلة الخليفة ليحافظ على المال العام. فقام نظم الأقمعي قصيدة متعددة الموضوعات صعبة الكلمات، وتنكر بزي أعرابي، وذهب إلى الخليفة المنصور ودخل عليه قال إني من شعراء أعراب الموصل. قال تعرف الشروط؟ قال نعم. قال قل. قال صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر معه مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولاي، فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي. فاعتدل الخليفة في جلسته، كثرت اللاءات عليه، فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي، والخود مالت طربا من فعل هذا الرجل، وولولت وولولت ولي ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤلي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقلي، وفتية تقونني قهوة كالعسللي، شممتها بأنفي أزكى من القرنفلي، في وسط بستان حلي بالزهر والسرورلي، والعود دندندنلي والطبل طبطبطبلي طب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 لي. خليفة والسقف قد سقسقلي، شوا شوا وشاهش على ورق تفرجلي، المنصور الخليفة المنصور أراد أن يجمع الطقطقات والطبطبات ما استطاع، والرقص قد طاب إلي، شوا وشوا وشاهش على ورق تفرجلي، وغرد الخمر يصيح ملل في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي، والكل كعكعكعكع خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي، إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي، أجر فيها ماشيا مبغددا للذيلي، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفة يعجز عنها الأدبلي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي. الخليفة عصر ذاكرته ما طلعها لك كعكعكع طنطنلي، فعلى طول قال علي بالغلام، قال تحفظها يا غلام؟ قال لا ما سمعت بها قط. قال علي بالجارية، تحفظين صوت صفير البلبل؟ قالت لا ما سمعتها يا أمير المؤمنين. فقال أعطنا ما كتبته عليها يا أعرابي. قال يا أمير المؤمنين نقشتها على لوح رخام وهو على ظهر الناقة، لا أستطيع حمله، أرسل معي من الجنود والخدم يحملونه. فاصفر وجه الخليفة، فوضع في الميزان فأخذ كل الذي معه. عند ذلك علم الخليفة أن الأمر فيه مكيدة، قال قف أمط اللثام عن وجهك. فلما كشف وجهه عرفه، قال الأطمعي؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ويحك أعد المال. قال لا، إذا جاءك شاعر تعطيه على قوله، تعطيه على قوله إنهم أصحاب عيال قطعت أرزاقهم بحاب ذاكرتك يا أمير المؤمنين. قال قبلت الشرط، أعد المال.